الشركه اللي كتشتغل تبقى من القايمه، وفي الحقيقه ما كاينش شي واحد اللي تزرع عليها ما تعطيهاش حاجه. كان ان الجميع كتسوج لها في الناو تجي تسكن في المسكين ديالها وتقول لها يكون في الحريه كاي مستثمر. ولكن في اللقاء اللي معها حاولنا اننا الناس اللي غادي يديروا واحد المشروع اللي غادي يعود عليه النفع خاص تكون واحد المبادره اجتماعيه لصالح الساكن. وحنا تصاقنا مع المستعين في الجامعه، حنا تصاقنا على المشاريع هذو ثلاثه. لان هذو المشاريع اللي جاو بلاتفورم اول من الساكن مع السلطه المحليه، ثم من عند العماله، وثم تنساق مع بعض الشركات باش تمول ثلاثه المشاريع اللي فعلا كيبان ان التوطيح غادي تكون مهمه ومهمه جدا. فيما يخص شنو غادي تصلح الشركه، بطبيعه الحال شنو غادي تصلح المغرب، شنو غادي تصلح المغرب ولا تصلح الشركه. لان الى ما بداش هذا المشروع هذا شنو كنا نخسروا، او شنو كنا نديروا في التعرف على الارض ديالنا. ربما مئات تاع السنين ولا الاف تاع السنين كانوا في، ولكن الان غادي ننجحوا واحد الطاقه اللي ربما اليوم واحد تاع الطاقه كينتج واحد 47 مليون سنتيم اليوم. وهذا كتربحوا يعني كتعزز الموقع تاع المغرب والتموقع ديالو في انتاج الطاقات البديله. الحاجه اللي غادي تستغل هذه الشركه وفقا للقانون هو عندها منصات وعندها حفر تاع بعض المسالك اللي غادي الخيوط الكهربائيه ديالها اللي واحد المساحه متفرقه كتصل الى مهنتها. هو نفس الوزن التقييم تاع الاختراع تاع التاريخ، يعني كل مره موقع كتستغل هذه الشركه هذه فهو كيعطي واحد المقابل للجماعات السودانيه اللي عندها. وبالتالي التقييم عندنا اذا خدينا غير واحد يعني كمثال عندنا تثمينة الجيرية بالنسبة للقراءة تاع الأراضي السودانية في المنطقة تاع الوليدين ما بين 1000 درهم حتى 30000 درهم في الهكتار. هذا عندنا الثمن الجيري. حنا خدينا عندنا جوج تاع منصات الإعداد يعني المعدات ديالها درنا لها 30000 درهم درنا الماكسيموم. يعني الموارد هذه اللي غادي تدخلها الجماعات السودانية وقت اللي خاص بعض الإخوان تكلمنا على ان هذه الموارد هذه اللي كتدخل الجماعات السودانيه غادي تشتغلوا على اساس انها تدخل في شراكات مع جماعات الترابيل لانجاز مشاريع محليه لفائده الساكنه معنا.